بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة إن شاء الله نتكلم عن حاجة اسمها concatenation. الconcatenation في علوم الكمبيوتر هي عبارة عن نظرية ربط السترينجز ببعضها. يعني كلمة concatenation باختصار بتكونكت تو سترينج عشان تطلع سترينج أكبر. يعني عندنا اتنين سترينج بنربطهم مع بعض ونطلع سترينج أكبر في الاتنين مع بعض. الكونكاتينيشن حاجة من الحاجات اللي هتقابلها في لغات البرمجة اللي انت بتتعامل معاها، وعلى حسب اللغة الكونكاتينيت ده بيتم. في البي اتش بي انت بتكونكاتينيت بالدوت، في الجافا سكريبت وفي البايثون بالبلس. كل لغة هتتعامل معاها تلاقي ليها طريقة، لكن في النهاية الكونكاتينيشن دي نظرية موحدة وبتعمل نفس الفكرة. طيب لو انا عندي مثلا فاريبل اسمه مسج، عشان بالمرة نتدرب على الفاريبلز، وفي رسالة اسمها اي لاف، وعندي هنا فاريبل اسمه لانج وهكتب فيه بايثون، وحابب ان انا اقول له ان انا بحب البايثون، يعني ادمج الاثنين مع بعض او كونكت المسج مع اللانج، هقول له برنت مسج زائد، علامة الزائد هي اللي بنكونكاتينيت بيها، واقول له لانج. يا ترى ايه اللي هيطلع؟ هيطلع لي كلمة اي لاف بايثون بالشكل ده. طبعا مفيش مسافة بينهم، عشان تعمل مسافة بينهم اما ان انت تحط مسافة هنا بالشكل ده اي لاف بايثون، او مسافة قبل كلمة بايثون بالشكل ده، او تكونكت المسافة معاهم هنا. هحط هنا مسافة واعمل زائد وادي المسافة. المسافة يا جماعة عبارة عن كاركتر. يعني لو جه حد قال لي لو انا شلت دي وعملت كده يا ترى ايه اللي هيحصل؟ بصوا معايا كده، كاتبين باد اوبيراند، في مشكلة هنا، علامة الزائد ورا بعضها لا، عشان كده انا ما اقدرش اعمل كده واحط مسافة، هو كده مش هيفهمهم، هنا في مشكلة، فلازم بعد الكونكاتينيت تحط سترينج. هنا مينفعش اقول له علامة زائد وعلامة زائد بعدها. طب السترينج اللي انا هحطه ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن سبيس. المسافة دي يا جماعة ده كاركتر محسوب، فهنا لما اجي اقول له اتفضل كتب لي ايه؟ اي لاف بايثون، والمسافة طبعا بينهم زي ما انتم شايفين. طبعا نفس الكلام ده انا ممكن ببساطة اروح عامل هنا فاريبل اسمه فول، حط فيه الكلام ده، بيساوي المسج المسافة اللانج، وبعدها اقول له برضو نفس القصة برنت الفاريبل اللي اسمه فول بالشكل ده، دول تبع دول ودول تبع دول، واقول له اتفضل، هيطلع لي نفس النتيجة من غير اي مشكلة ومفيش اي حاجة خالص وكله تمام وزي الفل. طيب دلوقتي هنعمل تجربة تانية. لو انا عندي مثلا فاريبل على اكتر من لاين، مثلا هقول له ايه؟ بيساوي واروح كاتب first second third بالشكل ده، وهنا بعد ما اتعلمنا الاسكيب سيكونسز هعمل هنا باك سلاش كله تمام، وادي البي بيساوي نفس القصه بالظبط، لكن المره دي احط مثلا حروف على سبيل المثال اي بي سي، وهنا يكون فاريبل اسمه بي، وجيت قلت له ان انا عايز اطبع مثلا برنت اي زائد بي. يا ترى هيتعامل معاهم ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. اهو زي ما انت شايف كتب لي first second third وبعدها على طول الاي بي سي، مفيش طبعا منهم مسافه. طب نعمل بينهم مسافه زي ما عملنا من شويه كده، ادي المسافة بتاعتنا زي ما انتم شايفين first second third، تلاتة ورا بعض في صف، مسافة A B C. طب يا جماعة احنا اتعلمنا، حد فاكر ان انا اعمل لاين جديد؟ طيب لو انا عملت كده مثلا، بصوا ايه اللي حصل، first second third عشان عملت النيو لاين او اللاين فيد اللي هي الباك سلاش ان، نزل لي دي في الاول ودي تحت، بس الاثنين عباره عن سترينج واحد، يعني عملت دمج بينهم في نفس الوقت حطيت لاين جديد عشان تشوف اللاين ده بينهم. لو انا جيت دلوقتي عملت نفس اللي حصل ده كده مثلا، يا ترى الكود ده فاليد؟ لا، لو انا عملت كده بصوا برضو مش فاليد. اللي انا عملته من شويه الباك سلاش ان اللي انا عملته من شويه كان جوه دبل كوت، كان لازم يكون سترينج، لازم يتعامل مع سترينج. هنا مش هيتعامل مع سترينج خالص، لكن كده زي ما انتم شايفين هو بيتعامل معاك كسترينج وبيفهمه ان هو نيو لاين، عشان تعرف بس انت ازاي بتستعمله، لان احنا كنا بنستعمله جوه السترينجز نفسها. كنت باجي اقول له كده هلو باك سلاش ان مثلا وورلد بالظبط كده. فالمثال اللي من شوية عشان يتنفذ صح الكونكاتينيت لازم يعمل كونكات او كونكاتينيت للسترينج بتاعك مع الفاريبل اللي انت استعملته هنا. طيب اخر معلومة يا جماعة في موضوع الكونكاتينيت، ان انت ما تقدرش تكونكاتينيت سترينج مع نمبر، للأسف ما تقدرش، لان ده هيعمل مشاكل في اللغة. لو جيت قلت له برنت مثلا هلو بالشكل ده زائد رقم
واحد. يا ترى ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ بص معايا، can only concatenate string not integer. ما تقدرش ان انت تconcatenate string مع رقم، لكن بيقول لك can only concatenate string to string، يعني اقدر اعمل string مع string، number لا. هنتعلم شوية قدام بإذن الله بعض الميثودز اللي بتحول الرقم لسترينج عشان تقدر تكونكات الكلام ده من غير اي مشكلة ان شاء الله. كده يا جماعة عملنا التجارب الخاصة بالكونكاتينيت وعرفنا شوية معلومات. خليني بس اكتب هنا ان ده ايرور عشان بس يكون معروف في الملف. يا رب يا جماعة الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، وان شاء الله هنستخدم الكونكاتينيشن وهنستخدم الاسكيب في كل الكورس بإذن الله. اشوفكم بإذن الله مع الدرس الجاي، والسلام عليكم.